كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان؟ قال المصنف رحمه الله تعالى، هذا اتماما للباب ابتدأنا أمس. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم هو الفرهيدي، قال ابن معين ثقة مأمون وثقة بزرعة وحاتم، نعم ابن سعد قال كان ثقة كثير الحديث، ومن قال كان صالحا. قال حدثنا وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي أبو بكر البصري، قال العجلي ثقة ثبت، قال أبو داود الطالسي ثقة، نعم ابن منجوي قال كان متقنا. قال حدثنا ابن طاووس عبد الله بن طاووس بن كيسان أو كيسان الخولاني من الثقات، قال الدرقني ثقة مأمون، قال النسائي ثقة مأمون، نعم عن أبيه وهو طاووس بن كيسان أو عبد الرحمن اليماني ومن الثقات الأثبات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود على السبت، وبعد غد للنصارى، فسكت. نعم. ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. ورواه أبان، هو أبان بن صالح بن عمير القرشي، نعم الكوفي الحجازي، وهو من الثقات، وثقة أبو حاتم الرازي وزرع الرازي قال ثقة، وابن معين قال ثقة، والنسائي قال ليس به بأس، والعجلي قال ثقة، نعم عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس من الثقات الأثبات رواه له الجماعة، عن طاووس بن كيسان اليماني من الثقات الأثبات، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. وهذا دلالة واضحة جدا أن لما سكت النبي، والكلام موصولا للنبي ليس مدرجا، يعني ليس هذا من كلام أبي هريرة وكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا في الترجمة في هذا الباب على أنه كأنه يشير إلى وجوب الاغتسال، لأنه أتى باللفظ، قال حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، ففيها دلالة على الوجوب عند من قال بالوجوب على الجميع. وهذا يقوي قول من، يعني هذا له مسألة فقهية، ما هي؟ هذا الحديث أتى به الإمام البخاري للترجمة الذي قال فيها يشهد باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان. احنا قلنا أنه طبعا إذا جاء بالسؤال جعل الفقيه يتمرس في النظر ويعمق النظر حتى يصل إلى الإجابة، هذا 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 من نظر الفقيه الإمام البخاري. والأمر الثاني أيضا أنه يكون في المسألة يقع فيها الخلاف لذلك لا يفصل، لكنه في ثنايا وتضعيف ما يأتي به، يأتي ببعض الروايات أو الإشارات التي تثبت ما يرجحه الإمام البخاري، وقلنا البخاري يرجح في ذلك الاستحباب لا الوجوب. هنا الكلام في هذا الباب أنه قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، بما يعني ما هي المسائل الفقهية التي تتعلق بمثل هذا اللفظ. احنا قلنا أن هذا قد يتمسك به من قال بوجوب الغسل على من ذهب إلى صلاة الجمعة. المسألة الثانية ما هي؟ وجوب غسل الجمعة، وجوب
اجتمع الآراء بين مستحب وواجب، الغسل اليوم كله وليس للصلاة. الغسل ممتاز ممتاز يا تاج الوقار، ممتاز جدا، ممتاز يا دكتور تامر، ممتاز جدا. نعم، هذه الإجابة الصحيحة، هو أن الغسل لليوم لا للصلاة. ممتاز ممتاز. أجمع سام وعيد لهم الغسل يوم العيد مستحب، إذا الغسل الجمعة بهذا الحديث مستحب. نعم، لكن هو الأصل في هذا الباب أنه ما دام قال للذين ليس عليهم الجمعة الغسل، إذا هذه حجة لمن يقول بأن الغسل ليس لصلاة الجمعة بل الغسل ليوم الجمعة، فلو اغتسل على المغرب فإنه يكون قد قام بالسنة. نعم نعم ممتازين، نعم ممتازين ممتازين. إذا هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نعم نحن الآخرون خلقا والآخرون نزولا للكتاب، فأنزل الله جل وعلا لنا أفضل الكتب، ومع أننا كما قلت الآخرون في الخلق، أنزل لنا الكتب أعظم الكتب، وأرسل لنا أعظم الرسل صلى الله عليه وسلم، وأيضا يوم القيامة نحن المتقدمون. فأول الناس مرورا، أول الناس محاسبة هم أهل الإسلام، أول الناس مرورا على الصراط هم أهل الإسلام، أول الناس مرورا على القنطرة أول أهل الإسلام، أول الناس دخول الجنة أهل الإسلام. ولا يستطيع أحد أن يدخل الجنة أو يمر إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما يستأذن النبي لفتح أبواب الجنة فيقال من؟ فيقول محمد، يقول بك أمرت لا بغيرك، بك أمرت لا بغيرك. فيها دلالة واضحة جدا على أفضلية هذه الأمة، وفي قولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون فيها أيضا تفضيل الله لهذه الأمة على جميع الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذه الخيرية في هذه الأمة بأن هذه الأمة أكثر أهل الجنة دخولا الجنة، وأيضا هذه الأمة هم أكثر أهل الجنة نعيما، وهم أرقى الناس منزلة في الدنيا، وهم الذين يجرون الناس بالسلاسل إلى رضوان الله جل في علاه. قال نحن الآخرون الأولون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. طبعا يوم القيامة إذا فصل الخطاب وأيضا المرور على الصراط وأيضا دخول الجنة. أوتوا الكتاب من قبلنا وأتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله. اليوم الذي اختلفوا فيه، هل اختلفوا فيه أصلا وعرض عليهم، لكنهم باختلافهم وبإساءاتهم لم يعني، أو قيل في بعض الأثار أنه عرض عليهم الجمعة فأبوا، فكان لهم السبت وكان النصارى الأحد، والله هدى الأمة الإسلامية لهذا اليوم العظيم، هو يوم الجمعة وهو يوم عيد. يوم الجمعة ويوم عيد، وهذا اليوم قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. أما قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي قال حق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، قد يقال بأنه واجب، والصحيح أنه ليس واجب، وغسل الجمعة ليس واجب، وأنه مستحب للصوارف الكثيرة التي ذكرناها قبل ذلك. الفوائد المستنبطة، فضل هذه الأمة على سائر الأمم، ديننا دين النظافة، الخلاف شر كله. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم رزق بليلة القدر فتلاحى رجلان، فلما تلاحى رجلان ماذا حدث؟ ارتفعت، نسيها النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف اليهود والنصارى، لما اختلفوا ما هداهم الله جل في علاه الى الطريق الرشيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تطاوع ولا تختلف، وقال كونوا عباد الله اخوانا، وقال الله جل في علاه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الله اكبر.